السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، وأمورنا وأموركم تكون ميسرة إن شاء الله. أول حاجة نبدأ بها الفيديو ديالي هي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكراميل اللي كيجي رخيص، وكذلك مقادير بسيطة جدا، بما أننا في هاد الوضع ديال الحجر الصحي اللي كيحتم علينا اننا ما نخرجوش، وكذلك ما نضيعوش فلوس في واحد الحاجه اللي ماشي هي اساسيه، كيف ما مثلا الا بغينا الكراميل احتاجيناه ما نحتاجوش اننا نضيعو فيه فلوس او لا نخرجوا نشريوه، فكنوجدوه في الدار بواحد المقادير اللي بسيطه بزاف ورخيصه ومتواجده في كل منزل. القوام ديالو تيكون كيف ما هكا، انا بغيتو خفيف، انتم الا بغيتوه يكون عقد اكثر من هكا، فغادي نعطيكم المقادير وغنزيدكم مقدار ديال واحد المعلقه اللي غادي تخليه يكون عقد على هاد الشيء هذا، يعني على هاد القوام هكا ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم. دوزوا المقادير والطريقه كذلك في نفس الوقت. عندي هنا كاس ديال السكر ثقيل، اي سكر ناعم او لا سكر كلاصي، ممكن نعوضوه بالسكر الخشن اي سكر سنيده. كندير قبيصه ديال الملح وكنشعل عليه عافيه مهيله وكنخليه مباشره، كندوز كناخذ معلقه كبيره عامره ديال الدقيق الناعم مع كاس ديال الحليب وكنحركهم مزيان، ومن بعد كنصفيهم من داك التكتلات اللي كتكون ديال الدقيق. كنرجع لذاك الصوص كراميل، راه دغيا كيدوب لان السكر الناعم ما كيتحملش بزاف ديال الحراره، فكيدوب دغيا ماشي بحال السكر سنيده. من بعد ما كيدوب صوص كراميل كناخذ داك الكاس ديال الحليب اللي ذوبت فيه الدقيق وكنضيفه كامل وكنحرك بملعقه خشبيه بهذه الطريقه هذه. ملي كيتحجر ما تخافوش منه، فقط استمروا في التحرك والعافيه كيف ما كنقول لكم تكون مهيله باش ما كيتحرقش هذا الكراميل. لاحظوا اللون ديالو كيفاش كيتبدل وكيتفتح كيجعل هذا القوام هذا. من بعد كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنحرك مزيان حتى كتذوب ديك الزبده، هي اللي كتعطيه داك اللمعان. دائما العافيه مهيله كيف ما كتلاحظوا هنا. من بعد غادي نطفي عليه العافيه وغادي نخليه، وكل مره غادي نحركه كل مره غادي نحركه. لاحظوا القوام ديالو كيفاش كيكون بهذه الطريقه هذه، يعني خفيف. ولا بغيتوه يجي عقد اكثر من هكا، فعوض ما كديروا معلقه كبيره ديال الدقيق كديروا معلقه ونص. انا خليته في نفس الاناء اللي طاب فيه، لان داك الاناء تيكون قابض الحراره كيكون باقي سخون، فخليته فيه وكل مره كنحرك بديك الملعقه خشبيه محدني انا كنحرك وهو كيتفتح اللون ديالو. نتوما الا بغيتوا تخليوه في واحد، يعني تصبوه في واحد الاناء واحد اخر ودوزوا عليه بالميكسور اولا بالطراب، فليكم الاختيار. فقط بغيت ندير انا واحد الطريقه اللي تكون يعني سهله لاي واحد يقدر يديرها، كاين اللي ما كيتوفرش على الطراب او لا على الميكسور، فكنحاول انني ندير طريقه مبسطه للجميع. القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا. نتوما لا بغيتو يكون عقد اكثر من هكا، فعوض ما كديروا ملعقه ديال الدقيق مع الحليب كتضيفوا ملعقه ونصف، يعني معلقه كبيره ونص ديال الدقيق. بغيتو عقد اكثر فليكم الاختيار بالنسبه للدقيق، وكنأكد من الافضل يكون دقيق نوعيه ممتازه. بالنسبه للحليب اي حليب، يعني الحليب اللي كان كتاخذوه من الحانوت اي حليب اي نوع. هنا انايا دوزت عليه في الاخر، دوزت عليه بالميكسور، فكنصحكم انكم ما ديروش الميكسور لانه كيفتح له اللون ديالو بزاف بحال هكا، فما عجبنيش اللون ديالو هكا. كان بامكاني نخليه في الاول كيف ما كان من الافضل،
يعني ما ننصحكمش انكم ديروا الميكسور ولا الطراب، فقط غير بالملعقة خشبية حركوه باش يبقى في اللون ديالو كراميل. كنتمنى نكون وفدتكم، وان شاء الله نتلقاو في وصفة جديدة مرة اخرى ان شاء الله.